مرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، نقول لكم مرحبا بكم معنا في خيمتي أنا وبنتي. سلام ومرحبا بكم معنا اليوم في خيمتنا. اليوم راح نديروا لكم واحد من الأطباق التقليدية الجزائرية، بصح راح نديروه بالدند، بالحب الدند اللي يجي للنافسة، نديروه عشانا عادي ولا نديروه في العام ولا نديروا معاه الرقاق ولا نديروا معاه المعارك ولا ثاني يجي بزاف بنين. كاين اللي يديروا غير بالهريسه، كاين اللي يديروا بالدرسه ويديروا له الطوماطيش تاع المعلبه، وكاين اللي يديروا غير بالدرسه يعني شطيطحه. شطيطحه حلاوتها الدرسه. ايوه شوفوا شطيطحه كاين اللي يدير فيها البصل والثوم، بصح هي في الاصل تاع الشطيطحه تجي غير بالثوم. هذه تاع الثوم والبصل حاجه جديده، بصح تجي بنينه، حاجه بنينه يعني كي نديروا لها البصل ثاني تجي مليحه. بصح اصلها ثوم. اصلها بالثوم، مثوم شطيطحه اصلهم بالثوم. فهمتيني؟ هنايا واش رايحين نديروا؟ ماما سقسيك علاش زدتي قبل شريتي هذيك لا بلونت اللي جبتيها معاك؟ يا بنتي انا نموت على لي بلونت، نحس بالحياه كي يكونوا عندي لي بلونت في الدار. راهي معمره لي بلونت. لي بلونت والاكواريوم. يحسوك بواحد الطاقة إيجابية في الدار، واحد الحياة، تحسي بلي راكي عايشة. لازم تحبيهم باش تهلاي فيهم. أنا نحبهم، مشتينيش كي نجيك باش نهضر معاهم. صح. بس كي لي بلونت يحسوا ديجا. كيفاش نهضر معاهم واش نقول لهم كي نكون مثلا في ليترونجي ولا نكون خدامه ولا ندخل للدار؟ توحشتكم لي بلونت، توحشتكم. نلقى ورقه يابسه نحيها، نلقاها خاصها الماء نسقيها، نلقى خاصها التراب نعطيلها. تحب الحنانه لا بلونت. عبالك كاين في واحد الدوله كاين يحس. يحس. كاين في واحد الدوله اوروبيه اللي نسيتها كيحبوا يحرقوا شجره ولا يحبوا يقتلوا شجره يعيطوا عليها. يجيو يديروا لها الحس، يعني الشجره كائن حي ويحس، يديروا لها نبات يحس، يقولوا لهم كاين اللي يضربها، كاين اللي يدير لها الحس. نسيتها. يزعج. ما نسيت هذيك البلاد يزعجوا هذيك النبته باش تموت. كاين النبته كائن حي يحس، كائن حي، يعني كاين بزاف ناس ما يعرفوش باللي النبات حساس. انا كي نربي نبته في الدار لازم نوفر لها كل شيء، نوفر لها الضوء، نوفر لها البو اللي يعيش اللي تعيش فيه على حساب قدها، الا كانت كبيره ولا يتكبر نبدل لها، ولا تربه مغذيه. التربه لازم تكون تربه مغذيه، الا كانت عايشه في البو ماشي في الجنينه واش ندير؟ كل عام نبدل لها ولا نزيد لها تراب على اللي راهي فيه. والنباتات كل نبته واش تحب، كاين اللي تعيش في الدار وكاين تعيش برا. انا ثقفت في النباتات وتعلمت النباتات من حبي ليهم، تعلمت كيفاش نربي نبته. كاين نبته اللي تحب التربه الخفيفه، كاين نبته اللي تحب التربه الثقيله، وكاين نبته اللي تحب الماء بزاف، كاين اللي تنسقى خطره في السمانه، كاين اللي خطره في 15 يوم. شتيني كيفاش دايره؟ كاين اللي تحب تمسحي لها دائما الوراق باش ما يبسوش. ايوه كاين اللي كاين واحد المرض يجيو للنبات. اها شفتيني هذيك كاين كيما شيفليره، واحد العام جات لنا فيها واحد البعاعش هكا واش نسميهم، لي زانسيكت، واحد لي زانسيكت يعيشوا تحت الورقه. انت ما تشوفيهمش، بصح تلقاي الورق بيكول الورق هكا متقوب، يتقبوا الورق. نروح دائما انا كي يصرى لي هكذا نروح عند لانجينيور، تشري لهم الدواء وتهلا فيهم. ايه في لاغريكولتور نروح ليهم نقول لهم عطوني اللي يبيعوا هذو اللي يبيعوا المبيدات ويبيعوا، نروح ليهم نقول له يقول لي واش راه فيها، يقول لي واش هي لا بلونت، نعطي له اسم لا بلونت، نعطي له واش راه فيها بروبليم، يعطيني الدواء تاع لي زانسيكت. واحد الخطره ما كنتش في الدار، كانت عندي شي فليره كبيره وانا نحب شي فليره. نحبها، نحب البوتوس، نحب بزاف لي بلونت ونعرف اسماواتهم ونحبهم. هما صح يزينوا الدار ويجيبوا طاقه ايجابيه، بصح يحبوا اللي يتهلا فيهم. واحد النهار سقيتوها لي بزاف، واش صرا لها؟ يبست، طلع لها الماء، طلع لها طلع لها، ومن بعد ولات السيقه نتاعها ترونسبارون، ومن بعد بدات تيبس، بدات الورقه تطيح وبدات لا بلونت تيبس. عبالكم ان لا بلونت كي تيبس نبكي عليها. وتشفي نهار اللي نحاونا لا غوز من الجنان، واحد الخطره جبت ماسون باش يلبس لي، باش يلبس الحيط. عبالكم الحيط مازال اليوم ما تلبسش، حكايته علاش؟ جا جبته باش يلبس، عندي شجره واش يقولوا له العريش تاع العنب، وانا نموت على لي غوزي، نموت عليهم. جا واش دار؟ كانوا عندنا 3 غوزي، واش هما لي كولور تاعهم؟ وحده جون، وحده غوج، غوج لوخ، وحده وقيله بلونش، غوز غوز، وفيها شغل الغوز تاعها يجي يخرج في الغوز ما تولي في البلون، يجي غير لو تور تاعها هكذا غوز. وكانت عندي واحد الغوزي فولوخ تخرج لك لا غوز فولوخ.
هادوك على بالكم حاجه جبتو باش باش يلبس غير باش يلبس الحيط وما ديرونجاوه في الحيط نحاهم. هادوك لي غوزي فيهم الشوك، هو واش دار؟ نحالي كامل هادوك لي غوزي، نحالي هذيك التيزانه واسمها لويزا، نحالي العريش. على بالكم كي يجي جا وليدي لقاه نحى كامل هادوك حطهم في وسط الجنينه، في وسط الجنينه. ديجا لا بلانط باش تجيب لنا ثمره ولا تجيب لنا ورده ديجا تتعبي عليها. نتعب عليها ونشريها بالدراهم وباش نغرسها وباش تنجح لي. باش تنجح باش تجيب ثمره لازم تتهلاي فيها، لازم تتهلاي فيها. تعرفي انا هذه جامي ننساها، واش دار لي في لا بلانط هذيك؟ لي بلانط ماشي بلانط وحده، يعني لي غوزيي باش يجيبوا لك الورد يحبوا، يعني عندهم وقت باش يجيبوا الورد. هنا نسحق الكرويه والكمون، الفلفل الكحل والملح، نحطوا هنايا طوماطيش ولا تحبوا الهريسه حطوا الهريسه، عندي الثوم، هكذا لي بلونت هي حيه. كاين ناس يقولوا يعني لا بلونت ما لازمش نديروها في الدار، لازم نديروا لا بلونت في الدار باش نحسوا بالحياه، باسكو كاين ديجا نوع يعيش غير في الدار ما يعيش برا. كاين لي بلونت دانتيريور، ايه هما اللي نربوهم حنا في الدار. هاكي عطيني الماء وعطيني العكري، حندير ديري الماء باش نحبسو هاد هكذا الكميه باش نجمرو فيها ولا ندخلو الملح والتوابل. الملح سي بون درتي، تشوفي بالقدور شحال يشدو السخانه. هذا سي بون درتي منو؟ مازال ما درتش الملح. شوفي كل حاجه نديرو فيها الحياه، كي تشوفي يدنا حيه كي نحط الملح هكذا. علاش يقولوا كاين يدها بنينه ويدها لا لا، هذه ما غلطوش فيها. وعلاش كاين تفاعلات كيميائيه تعطي البنه في الماكله. على بها دي فوا غوسيت وحده بصح كل وحده البنه كيفاش تجيها، كل وحده وفكرتها وكل وحده كيفاش تخدمها وكل وحده وكيفاش تجيها. هنايا شوفوا معايا، هنايا نخلطوا هكذا، نقلبوا من كل جهه هكذا باش يولي بنين يتشرب هاد التوابل. كاين تقول لك لي بلونت انا ما نحبهمش في الدار باسكو يقتلوا. لا بلونت وين نديروها؟ ما نديروهاش في شومبر كوشي. لا بلونت ما نديروهاش وين نرقدوا، ولا حتى بوكي دو فلور كي يجيبوا لنا بوكي دو فلور يعني ورد يجيبوه لنا، ما لازمش نخليوه معنا في الشومبرا. واش نديروا؟ انا درت الحميصه اهه، نخرجوه دائما نحطوه في الصالون وين نقعدوا، على خاطر على بالك واش يديروا لي بلونت في الليل. لي بلونت في الليل يخرجوا لو سي او 2 ويكونسوميو الاو 2. ايوه يعني في النهار نستفادوا منهم الاكسجين وفي الليل تنقلب خدمتهم، يولي يعطيونا العكس يعني يقدروا يقتلونا. على هذه لازم لهم اسباس، كي تكون دار كبيره نحطوا، كي تكون شومبرا كوشي كبيره نحطوا، بصح كي يكون عندنا الضيق ماذا بينا نحطوهم في الصالون. ولا كان عندكم الضيق وحبيتوا وعشقتوا لي بلونت، لازم يكون عندكم ان بالكون اللي تحطوا فيه لي بلونت، كي تحبوا تدخلوهم للدار وكي تحبوا تخرجوهم في البالكون. تعرفوا بلي لا بلونت يلزم نوفروا لها الضوء باش تعيش والهواء باش تعيش. لا بلونت في الكوزينه مليحه، في الكوزينه بزاف مليحه، بصح كاين بعض النباتات كيما على بالك بنتي، كاين واحد النبته، كاين واحد النبته يا بنتي على بالك، كاين نبته اللي بزاف الناس اللي ما يعرفوهاش باللي سامه ويديروها في الاحياء ويديروها قدام الدراري صغار، وهي نبته سامه واللي هي الدفله. الدفله الدفله صح هي نبته تزيينيه بصح نبته خطيره على الاطفال. لا بلانت انا تزهيني في الدار ما نكذبش عليكم. قلتي لي الدفله نبته سامه. الدفله نبته سامه يردوا بالهم منها الناس. جيبي لي العكري ميمي، يردوا بالهم منها الناس. قلت لك الناس يروحوا يزينوا بها الاحياء، يزينوا بها عند الباب، بصح الدفله صح كيما يقولوا الناس بكري ما يعجبك ورد دوار الدفله داير في الويدان ضلايل. الدفله راهي مره
ولا يعجبك زين ولا يعجبك زين الطفله حتى تشوف الفعايل. يعني هذه هي المثل اللي يقولوه على الدفله. الدفله راهي مره بصح ماده سامه، راهي هي شباب صح مسمومه سامه، ما نديروش لامل في دراري صغار. لو كان ياكلوها دراري صغار ولا راهي نبته بزاف واعره، نبته سامه. يعني الانسان لازم يعرف لي بلانط اللي يديرهم في دارو، يعرف واش يجيب لدارو، ويعرف ثاني لي كونديسيون اللي يعيشوا فيهم. على خاطر كي تشريو نبته غاليه، صح كاين الناس اللي يحبوا النبات بصح يجيبوا نبته غاليه، بصح كي تجيبوا على بالكم كاين نبته اللي يدير مليون ونص، كاين يدير 2 ملايين، كاين يدير 450 مليون، كاين على حسب الانواع تاع النبات. يعني النبات تختلف لي بري تاعو. على هذه واش نقولوا، يعني كي تجيبوا نبته قبل ما تشريوها عرفوا اسم النبته واش تحب. كاين نبات يحب يعيش في الظلمه، يعني كاين دي بلانط يحبوا الظلمه، كاين لا بلانط اللي تحب الماء مثلا تحب تنسقى كل يوم، وكاين تحب ميديتي اللي تحب غير بلا فابوريزاتور ديروا لها، وكاين اللي تحب حتى الورق يحبون فابوريزيوهم. هذا يعني راجع نوعيه النبات اللي عندكم. النبات راه حاجه مليحه وانا نحبه بزاف في داري باسكو مهم في الحياه، مهم في الحياه. يعني كنت تشوفوا في فصل الربيع نخرجوا للحشاوش، نقعدوا في الحشيش، نقعدوا تحت الشجر، نشموا ريحه الهواء. وعلاش هذيك النباتات؟ حنا نقولوا ريحه الهواء بصح النبات يعطينا الاكسجين. الاكسجين ديجا هو اللي عنده دور في الحياه. كيفاش عنده دور في الحياه؟ النبات عنده دور في حياتنا اكيد، كل حاجه خلقها ربي. البحر عنده دوره، النبات عنده دور، كل حاجه عندها دور في حياتنا. ولادنا عندهم دور، حتى هما نباتات اللي راهي تكبر معنا. عندي سيرين بنتي تغير من لي بلانط، تغير منهم باسكو تحبيهم بزاف. تقولي كيفاش تهضري معاهم، كيفاش تقولي لهم توحشتك، كيفاش تحني عليهم، كيفاش تقولي لهم كلام حلو. نحبهم نموت على لي بلانط. كي ندخل اول حاجه نروح لا بلانط، نقعد معاهم نحكي معاهم. الله غالب صح، هذيك هي لا بلانط، ما عندهاش شكون يتهلا فيها. مادام انا جبتها للدار، انا عندي عشق القطط ولي بلانط لي بواسون. عندنا بزاف ما ربيناهمش. وي لاكواريوم، لاكواريوم نحب انا الحوت في الدار، عندي بزاف ما ربيتش الحوت. الحوت ثاني يجيب طاقه ايجابيه، الحوت يحب الاهتمام اكثر من لا بلانط. عفاك ثاني يزيدوا الحياه في الدار. ميم كي تقعدي قاعده هكذا وتقعدي تشوفي في لاكواريوم، تشوفي تبدلي هكا، تشوفي كل حوته من لون وحده جون. وحتى لي بواسون عندهم دي كاركتير، كي تشوفوهم تشوفوا كاركتير تاع بواسون، تشوفوا كاركتير تاع الاخرى، تشوفوا هذاك اللي النيتوايور هذاك اللي نقي. كاين بابا كي يجيب بزاف، ايه كاين اللي ترقد، كاين لا بلون هذيك الحوته اللي تجي تنقي الزجاج يعيطوا له نيتوايور. ايه كاين حوته تجي تنقي غير الزجاج، تاكل تتغذى من بقايا الاسماك. يعني شوفوا عالم طبيعي، حاجه بزاف شابه وتتحب. انا نروح نشوف الطنجره تاعي ونقول للمشاهدين نعاودو نوليو ليهم باش نكملوا واش درنا لهم اليوم كتحليه. عاودنا ولينا لكم باش ندير لكم تحليه بزاف خفيفه وبنينه، ورايحين تحبوا هذه التحليه تاعنا اليوم اللي رايحه تكون من المطبخ التركي اللي نديروها بالكراميل والحليب. يلا شوفوا معايا كريمه هايله سهله، وتجي عندها واحد القوام كي تكونوا تاكلوا فيها ما نحكي لكمش. شوفوا وجربوا. يلا شوفي معايا ميمي، انت روحي ديري لنا هذه الليتره تاع الحليب، حطيها هنا تغلي فوق النار. نزيدوا لها هنايا كاس تاع السكر، ليتره حليب كاس سكر. تحبوا تنقصوا السكر تقدروا تنقصوا. عندنا هذا السكر اللي حنديروا به الكراميل اللي هو 100 غرام. عندي الزبده اللي رايحين نديروا بها هنايا، عندنا الزبده اللي رايحين نديروا بها هذاك الخليط اللي نديروه بالفرينه كيما لا بيشاميل. نفس الشيء طريقة البيشاميل اللي حين نخدمو بها. عندنا هنايا فانيليا، وعندي الزبدة اللي راح نديرها مع الكراميل، لا كريم فريش والماء، ونديرو مغرفة فارينة. كتشوفو هنا عندي الماء نزيدوه بعد ما رايحين نديرو هاد المواد كامل، نزيدو الماء. وعندنا الفارينة اللي حين نزيدوها هنا ونديروها في الطنجرة تاعنا. هنايا شوفي ميمي واش نديرو، نشعلو هنايا على هادي، نديرو فيها الزبدة. هنايا عندنا 100 غرام تاع الزبده. بيشاميل
كيما لا بيشاميل نفس الشيء، كيما نديروا لا بيشاميل نديروا هذه لا كريم نفس الطريقه نفس الخطوات، فيها السكر. هنا نجيبوا الفارينة، ناخذوا منها مغرفة، هي 100 غرام. نديروا المغرفة الأولى. شوفوا نعطيكم واحد المعلومة، انا الفارينه نديرها بلا ما نحسب لها، هكذا زوج مغارف يكفيوني. من بعد رايحه نزيد هنا في الكراميل باش يجيني كراميل هايل، يجيني صوص كراميل، ماهوش كراميل كما تتصوروا الكراميل هذاك اللي يجي إلاستيكي. هنايا نديروا لافاني في الحليب ونخليوه يسخن مليح، شوفي واش درت بنتي هنا. هذه الزبده تاع الكراميل تاع هذه، وانا غلط درت لك الزبده تاع الكراميل. ها تما درتي لا كونتيتي صغيره. درت لا كونتيتي صغيره بلا ما نحس، راني قاعده نحكي معاك، قعدنا نحكيو على لي بلونت. تعرفوا بلي لي بلونت وانا جبت لك سوجي اليوم تاع لي بلونت. جبتي لي الحاجه اللي انا نعشقها ونموت فيها، انا نحب بزاف لي بلونت، تعرفيني نحب لي بواسون. لي بواسون كل حاجه طبيعيه هي تحبها. نحب انا الطبيعه، انا خلقت في الطبيعه وكبرت في الطبيعه، نحب كي نطلع للشريعه تقعدي في هذاك لو كالم، صوت تاع الزواوج، الشجر، لي بلونت. رجعتيني راني رحت مع الزواوج انا ومع الصوت هذاك صوت الماء. نحب نروح للواد، نحب الشجر، نحب الطبيعه، نحب نشوف كي نروح مثلا نروح جهه الجهه تاع اللي فيها الزواوج ولا فيها البقر ولا فيها الخرفان، ولا تحسي بالطبيعه، تحسي بالامان، تحسي بحاجات بزاف يعني خلقت ربي، تحسي بعظمه الله. اصلا يقول لك هذه المعلومه قلتيها لي انه التراب احنا مخلوقين من تراب، باللي الطاقه تاعنا تتجدد كي نروحوا للطبيعه. في كي نروحوا للطبيعه ولي بلونت كي نروحوا للطبيعه نجددوا الطاقه. واصلا التراب كي نمشيو بالحفه في التراب، شفتوني انا نرفد صباطي نمشي في التراب بالحفه. أيه. علاش؟ التراب راح التربه تمتص كامل الطاقات السلبيه من الرجلين، وتحسوا روحكم خفاف، وهذاك التراب وهذوك الحجر يديروا لكم مساج في رجليكم. شتي كي كنت نديكم في الواد نحطكم وانا نقعد نمشي في الواد، هذاك الحجر راهو مساج للجسم تاع الانسان. كاين بزاف ناس انا تشوفوني نروح زعما نهمل برا، وعلاش نحب هذيك الهمله؟ نروح نحي كامل الطاقه السلبيه ونلقط كامل الطاقه الايجابيه. شوفي هذه نجيبها معايا. حنا من لا بلونت خرجنا للطبيعه، كنا نهضروا على النبات حتى ولينا خرجنا ليه للطبيعه. تقدري ترجعي هنا هذه كبيره خير، غير بالعقل خليني انا نرفد ماشي سخونه عليك. شوفوا لا مامون دايما تخاف على بناتها كيما تخاف على لي بلونت. ايه كيما نخاف على لي بلونت، لي بلونت راهم بناتي. شوفونا السكر دايما نقص. هنا نجيبوا حاجه فاش نديروا الكراميل. الكراميل انا واش نحب الكراميل؟ نحب نديروا فيه مقله. وعلاش المقله؟ باش يذوب لي بالخف يعني تمتم يذوب الكراميل. هنا خلطي بلا ماغيز خير ميمي. لا يا صح سي بون لا فارين خلت. هكذا خلطي بلا ماغيز خير، هكذا بالعقل بالعقل. كنا نحكيو في موضوع حتى خرجنا للطبيعه طلعنا للشريعه. هذا هو الانسان اللي يتربى في الطبيعه ويحب الطبيعه ويكبر في الطبيعه، يقعد عشقه وغرامو الطبيعة. أنا شخصيا نموت في الطبيعة. تعرفوا أنا كي نجيب بلونت للدار نحس في هذاك لوكوان، نحس الروح. علاش تحبي نحب أنا على كي تربيت في الطبيعة علاش نجيب لي بلونت للدار؟ لي بلونت هذوك لي بلونت دانتيريور ما يبسوش. أنا كي تلحق شهر ماي آخر ماي تحكمني هذيك لونغواس، تاع
تاع هذيك الاصفرار. انا نحب الاخضرار، نحب اللون الاخضر. تحبي فصل الربيع؟ نحب الربيع، انا زايده في الربيع، زايده في ماي. يعني كانت الخضوره بدات بشويه تيبس، بصح حبي في الطبيعه. شوفوا هنايا واش نديروا، نسخنوا المقله. حتى كي تجيبي لا بلونط ترحبي بها كي العروسه. نموت على لي بلونط، وشنو انا لا بلونط اللي تكون في قلبي ولا في خاطري ونجيبها، ولا تيبس لي وحده ونجيب وحده، تشريها بو جديد وتشريها طراب جديد. شغل جايبه عروسه للدار وتنقيها. ولادي قلت لك نحسهم كيما ولادي لي بلونط. هنايا ناخذوا السكر، نص كاس تاع السكر، نوجدوا له هنا لا كريم فريش، نوجدوا له هنايا لا كريم فريش. هذه كريم كراميل، هذه لا كريم كراميل تجي بزاف بنينه. تعرفيها ميمي انت اللي ما فديريها لنا في الدار؟ نو باش تقولي لهم، باسكو قبل قلتي لهم بلي هذا ماشي كراميل سيك. هذا لا لا، هذا كراميل حنا راح نديروه اسيك اليوم، ندوبوه ديريكتومون، نديروه بسكر كريستاليزي هكذا باش يتعلموا من معانا بزاف حوايج. داكو شوفوا هنايا هذا يا السكر كريستاليزي، ندوبو هكذا على الماء، نستناوه يدوب بالعقل بالعقل. كاين اللي يحب يدير بالمغرفه هذاك يخرج بزاف فونسي، انا ما نحبش الكراميل اللي يجي فونسي، نحب السكر يدوب يتكاراميليزا. ندير له الزبده، ندير له لا كريم فريش، نزيد له الماء ونخليه يطيب. الماء راح نزيد له مغرفه تاع الفارينه في الماء، نخلط كلش نخليه يطيب باش نديرو من الفوق. راهي غلات غلات عقادت هنا، يخصها تعقد شويه ميمي. ما زيدش عليها النار، شوفي زيدي شعلي لها وخليها تزيد تنشف شويه باش تعقد. شوفوا كي تصرا لكم حاجه هكذا وما تعقد لكم، شوش نديروا؟ نزيدوا ناخذوا مغرفه فارينه، نزيدوها في، نحلوها في الحليب ونزيدوها لها. هذا اذا ما عقدتش، اذا عقدت خلاص ما نزيدولهاش. هكذا نخلطوا الكراميل كما قلت لكم. كاين كراميل اللي نديروا له واش نديروا؟ نحطوا الماء مع السكر ونخليوه فوق النار. بصح هذا كيطول، هذا كيطول يا بنتي، هذا كيطول كي نديروه. بصح هذا واش رانا درنا؟ حطينا السكر قباله فوق المقله هكذا اللي كبيره باش الكراميليزا تمتم هكذا، ونستناه يذوب السكر ويدي اللون. دي الحاجه اللي ما تحبيهاش لي بلونط هذوك تاع البلاستيك. يا اما لا بلونط مورت ما نحبهاش، حتى لا بلونط سيك. شوفوا كي يجيبوا لكم واحد اللي في علم الطاقات، يقولوا علماء الطاقه انه الناس اللي يجيبوا لا بلونط، مثلا انسان يهدي لك ورده حيه تخبيها يابسه، يقولوا انها في علم الطاقات حاجه ماشي مليحه. يعني الحاجه اليابسه من الاحسن، ولا لا بلونط سيشي من الاحسن ما تندارش. حتى الصبار يقول لك ماشي مليح. الصبار هو ما هو يعيش في الصحراء، يعيش في الصحراء، يجيب لنا الجفاف في الدار. الناس اللي عندك اون بلونط في الدار تاع، انا تيلمون تبع لي بلونط نعرف بزاف عليهم حاجات. نبته الصبار هذاك اللي يعيش في، كاين بزاف يقولوا زعما يديروه على العين في الدار، راكم تجيبوا في المشاكل للدار. يقولوا انه يجيب الجفاف العاطفي للدار، يدير مشاكل في الدار. هذاك لا بلونط اللي تعيش كيما الكاكتوس، نبات الكاكتوس، نبات الكاكتوس هو يجيب الجفاف للدار. علاش؟ هي نبته تعيش، هي يقول لك نبات الشوكي، نبات الشوكي يعني يجيب لنا الجفاف للدار، ماشي مليح. وكاين الناس يعني عندهم اعتقاد، اعتقاد تاعهم واش يديروا لا بلونط؟ يديروها للعين. كاين منها بدعه، هذه ما كاش منها.
يعني كنا نحكيو على لا بلون دانتيريور اللي انا نعشقها، ولينا نحكيو على حاجات وحاجات واحد اخرين. هنا شوف نخليو هذا يذوب. عالم كبير النبات، النبات راه عالم كبير لا ينتهي، قد ما تبحثوا فيه قد ما تقسيوا فيه ما يخلصش عالم النباتات. انا يعني هذه معلومات سطحيه تعلمتها من حبي للنبات. هكذا نخليوه يغلي على النار. في نفس الوقت انا واش راني ندير، نجيب مغرفه تاع الفرينه هنايا، ناخذ هنايا عندي هكذا زوج مغارف فرينه صغار ولا ثلاثه، وتقدروا ديروا مغرفه ونص كبيره هكذا. هكذا بعد ما حليت هاد الفرينه مع الماء نزيدها هنا الكراميل ونخلطها حتى تعقد. هنا هاد لا كريم سي بون يا قادت خلاص، هذيك تجيبي باش نديروها في لي فيغين. وجدوا لها لالوش تري بيان. شوفوها كيفاش تجي الكريمه، كيفاش تجي اللون لا تيكستور تاعها تجي تهبل. خلطي مليح حتى تعقد، زيدي لها الماء. اذا جاتك عاقده زيدي لها شويه تاع الماء على خاطر حنا نسحقوها سايله. نعمر في لي فيغين ميمي، ديري لي فيغين هذاك هو. هاي خلاص هادوما ما نديرو ما نديروش الكراميل حتى تجمد لنا الكريمه هكذا. هكذا نديروهم لي فيغين اللي عندكم تقدروا تستعملوهم اكيد. سي بون هذه هي الكريمه هذيك، زيدي لها شويه تاع الماء هكذا باش تجينا سايله، تجي بنتها بزاف بنينه. شتو درنا فيها لا كريم فريش، الماء، مايزينا ولا فرينه، وتخلطوا كلش. يعني قد ما تكون جاريه تجيكم من بعد سهله باش تحطوها فوق الكريمه. هنا لا فيغين تمتم بمسحوها كي تطاشلنا هكذا باش تقعد لنا شابه كي نحطوها. هكذا هاد دوزيام كوش اسكو حتى يدخلوا للفريجيدر ولا جوست حتى يخرج يدخلوا للفريجيدر ونخرجوهم باش نديروها. اذا كانت شافوها وصلت لهم الكريمه هذيك يحكموا الميكسور برك تميكسيوها مليح ومن بعد ديروها من الفوق. يعني هذا واش علمتك ميمي؟ الكريم لازم يجيو ليس هكذا، لازم لاكريم تجي ليس باش نديروها هكذا كيما راكم تشوفوا، ونخلط حتى تولي لي هكذا. هي كي نميكسيها راح تولي لي ليس كثر من هكذا، حتى هذوك لي غروب ولا حاجه قعدت لنا مكوره تولينا انا الكريمات كامل ميكسيهم كيكونوا من هذا النوع، راح تحصلوا على كريمه كثر اللي تجي من الفوق تجيكم ليس تجيكم تبقى بزاف شابه. حنايا رايحين نتلاقاو من بعد معاكم باش تشوفوا واش حضرنا لنا اليوم كاطباق. بقاو معنا ما تروحوش بعيد، ديري فريجيدير اكثر حاجه انا نحبها في الدار ونحبها دائما عندي هي لي بلونت. اكثر حاجه تحبيها ماما؟ انا تحبيني نحبك بصح لا بلونت راهي تحتاجني اكثر منك، انت خلاص كبرتي. لا بلونت الانسان اللي يربي لا بلونت راح ياخذ مسؤوليه تاع شيء يتنفس وياكل ويشرب، يعني ما يهضرش ما يقولكش اعطيني. انت تقدري تروحي تمشي وحدك وتدي، بصح النبته ولا حيوان تاخذي مسؤوليته حاجه بزاف صعيبه. يستناوك انت تغديهم وتعيشيهم. ايوه انت تعيشيهم، لازم تعطيهم انت الماء، تجيبي لهم حاجتهم كما كنا نحكيو حاجتهم كما لهذوك المبيدات الا جابهم حشرات. حنا اللي نحافظوا على النبات وحاجه مليحه تعطينا طاقه. الطاقه الايجابيه كلها تجي للدار عبر النباتات. كنا حضرنا مع بعض اليوم مع المشاهدين، كنا درنا شطيط حادان،
سيد حال اللي بزاف الناس ينساوها مره مره ينساوها، بصح هي اسهل الوصفات الشطيطه برك. كاين الناس كل واحد واش يدير فيها. حنا اليوم درنا لها الكرويه والكمون، درنا لها الملح الطوماطيش، راح نعطيو لها واحد البنه بزاف بنينه. نتوما اللي تحبوا الهريسه تقدروا تحطوا الهريسه باش تجيكم بنينه. الدرسه ما تنساوهاش، اللي يحب الدرسه ثاني يوجد درسه بهراس تجي بنينه بزاف. كنا حضرنا مع بعض تحليه ولا هد كؤوس التحليه التركيه بالكراميل، حاجه بزاف طوب بنينه. نقول لكم جربوهم كثره كثره التحليه، اللي مازال ما جربتهاش نقولها جربيها، راح تحبي هاد الوصفه. انا نقول لكم دمتم بخير، نتلاقاو ان شاء الله في موعد جديد على قناه زهره تي في، وخيمتي انا وبنتي. سلام سلام.